فإن قلت إذن وما حكم تراء الهلال ليلة الثلاثين من شعبان؟ أقول هي سنة قل من يعمل بها، وإنما نحن قصارى أمرنا الانتظار عند شاشات التلفاز حتى ننتظر الإعلان، لكن أولا تصعد إلى سطح بيتك حتى تتراءى، حتى وإن لم فمجرد إحياء السنة كافي. فإن قلت وما دليلك أن الترائي سنة؟ الجواب ما رواه أبو داود في سننه من حديث ابن عمر بإسناد صحيح، قال تراءى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. وما وجه الشاهد؟ تراءى، إذن هذا سنة، فلا يكتفى بترائي من يرونه غالبا أو بترائي من يبعثهم ولي الأمر فقط، بل ينبغي للمسلمين تعظيما لشعيرة الصوم واستعدادا لها وتحريا لها أن يشاركوا أيضا، فتلك الليلة نكون في البر أو تكون العائلة في السطح، ثم قبل غروب الشمس بلحظات ننظر إلى جهة المغرب، فلعلنا نشارك أيضا في الإخبار. فإن من أخبر بالصيام فله أجر إخباره وأجر كل من صام من المسلمين بسبب إخباره في هذا الشهر، فلها أجر عظيم. فلذلك كان الصحابة يتسابقون في هذا الأمر.